ليش انت وينك؟ انا حدك ومش حدك، انا هون ومش هون. فرحة ما اكتملت بيطغي عليه الطابع الإنساني أكثر من السياسة، مع أنه له شوية سياسة بس بيطغى عليه الإنساني أكثر. هو مثل قضية هو قضية جنوبية بتوصل صرخة للشعب اللبناني، وصرخة بنفس الوقت للدولة اللبنانية أنه تلتفت عندها كمان أهل وناس لبنانيين بالخارج. الهدف هو المطالبة بهود الناس يرجعوا لأنه عم يتعذبوا برات بلادهم، وبالآخر كمان هن مثلهم مثلنا لبنانيين. يا ضيعتي يا قلعتي كل الدنيا، بتقول بالإيمان مجدك من بني، ما في بأرضك لا فقير ولا غني، نحنا غنايا حبك وجو الهني. بديك تخبرينا عن دبك هي وصغيرة، إذا كانت عن الإخراج إنه كانت تحكي عن الإخراج، إذا كان يهمها الموضوع أو هي وقت كبرت وانفرض عليها فرض. بالعكس دبك هي وصغيرة كانت كتير محسة عليها إنه قريبة جدا لهيك حالات، كنت ما تحب مثل خيات أخايا وأختها نجيب له مثلا بوبي أو لعبة أو شيء. بالعكس من هي وصغيرة 4-5 سنين تركض بمحل اللعب، ما في كاميرا، ما في لابتوب طبعا للأطفال، ما في كاميرا، تقعد تحط اخوتها وتصير تصورهم، انت اعملي هيك انت اعملي هيك، وتصير تعمل سكتشات. يعني من هي وصغيره عندها حركه كثير مهضومه لحديت اليوم. يعني اذا بتقعد بمجتمع دبك لا شعوريا بتعمل حركات تضحك العالم. انت شجعتوها على الموضوع؟ هي كبدايه هي طفله، ايه كنا نحاول نشجعها بالمدرسه غير كمسرحيات وغيره. لما كبرت يعني بيا كان حابب انه تعمل غير اختصاص. شو كان حابب تعمل؟ كان حابب تعمل انه مختبر، بس ما هي ما عندها يعني حب لهالشغلة. انت كيف بتلاقيها هلا؟ انا من هي وصغيرة انا اشجعها. شو اخر كلمة بتقوليها على بنتي؟ انا بقول لها دبك برافو، وللامان وللاعلى وان شاء الله بالنجاح، وبتمنى اني اشوفها باعلى مراكز ان شاء الله، لانه دبك مش بس بنتي، دبك رفيقتي، دبك طبعا هن كلهم اولادي، بس دبك عندي حنيه عليها رهيبه. ليه؟ لانها هي عندها الحنيه، عندها العطف. يعني من هي صغيره بعد لحديت اليوم لما تجي من بيروت تعلي لي ايدي بتقول لي ماما نايميني بحضنك. يعني اخوتها لا، ما عندهم هالقلب. اوكي ببوصوني ماما ماما ماما، بس مش مثل دبك. دبك عندها حنيه انا ماني ملاقيتها بحدا. كان رايي شيء هلا انا كثير انا مبسوط فيها هلا وعندي اياها بالدنيا كلها. اهم شغله انه هي نجحت، واللي بينجح بشو ما كان شو ما كان بيعمل بس ينجح معناتها. يعني هلا انت عم بتشجع؟ معلوم بشجعها وبركض قدامها وبضحي لها باللي بدها اياه وتصل للي بدها اياه وانا قدامها ابدا. ندمت لانه ما كنت تشجعها هي وصغيره؟ مش إن ما عطول بفكر انه ما اندم، ما اندمت، بس انه انا اكيد كنت بشجعها على شيء كمان منيح بحياتها وله مستقبل. مثل ما هي فكرت بمستقبلها ونجحت فيه، انا كنت افكر اني شجعها لنجاح اكبر من هيك، بس هذا النجاح بالنسبه لها هي، بالنسبه لنا نحن. يعني قدرت تغير لك نظرتك؟ مش قدرت، غيرت نظرتي. اوكي من شيء هلا انت بتشجعها؟ معلوم بشجعها وقدامها وشو بدها وابدا. اوكي بكل الطرق الصحيحه انها تنجح بحياتها وتكون محترمه وبطريقه شغلها يكون لها مجتمع مشجعين غير والى اخره. انا اكيد معها مش ضدها ابدا. شو بتقول لها اخر شيء هيك مساج؟ يعني بتقول اول شيء الله يوفقهم والله يوفقها وتصل للاعلى ونحن بنكون مبسوطين. انت مهذبة، اخلاقها كتير حلوة، مزيحة، شاطرة، بحب شكل انا هيك واسم الله علي. شو بدي اقول عنها؟ حضرتي لها الخيل؟ ها؟
احضر فيلا فيلم حلو عزابي كتير حلو كتير حلو وواقعي وطبيعي وكل شيء والله اسم الله عليا بيشبه الفيلم ومثلها ابدا هاني عفيف عفيف من مرجعيون ديباك بتكون أمة وأمة ولاد الخال بعرف أكيد من زمان وبعرف عائلتها جماعة كتير مرتبين ومحترمين هلأ تعرفت علي عن جديد بيشتغل بجمعية اسمها انترسوس لمساعدة السوريين هي تابعة للأمم المتحدة وكان عندنا نشاط معين للأطفال وحبيت لديباك بالضبط هي بالذات لأنه كتير بنسمع عنها هون أنها كتير متعاونة في كتير تلاميذ جامعات ومنهم بنتي أنا عزتها أكتر من مرة ببروجيات وساعدتها كتير بتحب تساعد أولاد المنطقة هون معروفة ابن عمي كمان مرة اشتغل معها بروجي وساعدته فيه طبعا مجانا ما بتقبل تاخد من حدا شيء وهيك عملت معنا نحن نفس الشيء اجت لعنا بهذا النشاط للأطفال ضد العنف والسلام بالمدارس طلبته منا الأمم وكان نهار تلج وكان عندها سفرة بنفس النهار طلعت لعنا الظهر وشاركت بالنشاط وعطتنا كتير معلومات يعني كانت ناقصتنا نحن مش كتير كنا بعدنا جداد على هذه الشغلة كتير مرحة نفسيتها كتير حلوة عن جد وكتير قلبها طيب آخر آخر هم المادة بهم أنه تشتغل وتتعاون مع الناس هاي اللي شفته أنا واللي عم نسمعه عنها وغير هيك كفت معنا نهارة ونزلت بالليل على المطار جود لك لها عن جد كتير نحنا منحبها ومبسوطين ومنشكرها من كل قلبنا على التعاون وكانت وقبل اجت لعنا ثلاث مرات لحتى تشوف شو بدنا نعمل وتاخد ديتيلز كلها منها أنا ديباك بقول أنه في كان عندها أهل قدروا يعرفوا هي شو بتحب كرمال هيك توجهت صح ونجحت بالمجتمع وبحياتها المهنية لأنه بمحل معين كل إنسان عنده هواية معينة بيبرع فيها وهن عرفوا ياخدوا الهواية اللي هي بتحبها كتير ووجهوها صح وبرعت فيها يلي هي كانت الإخراج لأنه هي حتى بالمدرسة كان عطول عندها هوس تعمل مسرح تشتغل أكتيفيتس بالكور بالاحتفالات الرسمية خاصة على الاستقلال كانت عطول مميزة بهذا الدومين بالمدرسة وأنا بقول إنه هي حدا كتير طموح كرمال هيك وصلت لمسرح ما هي اليومية وأتمنى لك الخير وكل توفيق بحياتها المهنية. Thank you. وقت اللي إجت ديباك تتسجل عنا كان مبين على شكلها إنه أصغر من أن تكون هنا فاضطرينا عم نعملها تيست تنشوف إذا هي مؤهلة تعاد وإذا نتفاجأ أنه هي مهدة تسمح لها أنه تفوت هلأ هذا الحكم كان حكم صغير لأنه كنا بأول جدوى وبس فاتت حسينا بالمفاجآت الغير متوقعة على كيف تصرفت ديباك اللي بيميزها هي المستوى الحركي طبعا يعني النشاط أكتيف إن كان بوجودها بالصف وإن كان بوجودها خارج الصف عطول في أفكار جديدة في أخبار جديدة في أصحاب جداد في تليفونات عطول بحركة مستمرة وهيدا عنصر أساسي من عناصر المخرج الجيد والناجح تتوقع شيء إنه ديباك رح تحقق هالقد أعمال ناجحة بالأول لا بالأول لا بس من خلال نصف السنة وطلوع ايه يعني حتى على المستوى العلاقات الاجتماعية كان هن أول حفلة تخرج كانت هي سنة أولى أتفاجأ أنه البيئار تبع علاقتها العامة مع كافة تطلع أولى تاني تالتي وكأنهم أخوتها وكأنهم أهلها يعني بحفلة التخرج ما وقفت ثانية لحالها عطول عم تحكي مع حدا عم ترقص مع حدا عم تسير حدا وكأنه هي مطرح مدير بتمنى لها انه هاللقب اللي اخذته أصغر مخرجة في الدول العربية تملي بعطاءات ويضل حملته على طول وان شاء الله خير اوكي والطلاب اللي هلأ موجودين بالجامعة يعني كيف بتقدم لهم ديباك؟ بتقدم لهم ليها على أساس انه تمثلوا بديباك؟ اكيد بتقدم ليها نموذج وخاصة برجع بكرر
طريقة التعارف الواسعة والسريعة، لأنه هيك مطلوب أن يكون الشخص، مش مطلوب يكون عنده منحة انزوائي، مش مطلوب يكون بعمل يكون عنده منحة انعزالي، بالعكس مفروض يكون منفتح وسريع التعرف وتتحشر بالعالم بسرعة، تخلق علاقات سريعة. هذا المطلوب من الممثل والمخرج. يلي بيميز ديباك عن غيرها أنها حصدت نجاح بعمر كتير صغير وعم تتحدى حالها بكتير قصص لتوصل لطموحها، عفويتها، حبها للناس وحبها لأصحابها ومثابرتها للوصول للنجاح بسيئاتها قبل حسناتها. عصبية كتير وفجأة بتنفعل، وبالنسبة لصفاتها الحسنة شجاعة وواثقة بنفسها، وهذا الشي بيوصلها لمستقبل باهر ولمركز عالي. أهمية وجود صديقة مهمة بحياتي، بفتكر أنه ما خص مهنتها بأهمية وجودها بحياتي، هي صديقتي اللي بحبها وبفتخر بوجودها بمركز مخرجة أكيد. وختاماً بحب أتمنى لها كل الخير بمسيرتها الفنية، وبطلب منها أنه تضل واعية على مخاطر هالطريق وتتجنبها وتتقبل الفشل مثل ما رح تفرح بالنجاح. Everything that does not kill you makes you stronger. جيسيكا سابا رفقتها الأنتيم لديباك، كنا أنا وياها من نحن وصغار رفقة وبعدنا لهلأ على تواصل. وهيك بنت عمي، يا بنت عمي ديباك بتتميز بأنه عندها حضور قوي، عندها إصرار على النجاح، عندها جنون. أوقات الجنون ما بيكونش كتير حلو، بس يلي أنا شايفه فرحة ما تمت، الجنون كتير حلو، وأنا بعد بدي هيدا الجنون يوصل لبعد أكتر مطارح، وأنا واثق إنه بنت عمي دايبك رح يعني قد هيدا المسؤولية. ولكن بالنسبة لشو بحب وشو ما بحب فيها، فأنا بحب جرأتها، بحب جنونها، بحب كيف بتسلط الضوء على القضايا يمكن اللي مش كل الناس بتسترجي أو بسهولة بيقربوا صوب هيدا القضايا. وشو ما بحب هيدا صعب شوي، لأنه من الصعب أنه الواحد يفتش بهذا الكنز على شيء مش عاجبه، يفتش على الشيء اللي عاجبه واللي مش عاجبه، يعني بيتغاضى عنه كرمال اللي عاجبه. ووجود صديقة مثل دايبك أو أخت أو يعني شو بدي سميها، عراب، يعني وجود حدا مثل دايبك بحياة أي شخص بيرفع راسه، وخصوصا إحنا بيت كرم راسه بترفع فيه، رغم انه انا مصري وهي لبنانية، رغم انه انا من عائلة وهي من عائلة، ولكن كل من يحمل اسم كرم وين ما كان بيرفع راسه في دايبك وفي كل اهل كرم يلي هني موجودين على الساحة. وانا شخصيا من الناس اللي بفتخر فيها وبفتخر في نجاحها، وانتو بتقولوا اوصف النجاح بكلمة، النجاح ما بيبلش من كلمة نجاح. ودايبك خطت هيدا الخطوة أكيد، وأنا واثق من هيدا النجاح. وبالنسبة لفيلم فرحة ما تمت أو فرحة ما اكتملت، اسم الفيلم فرحة ما اكتملت، ولكن الفيلم نجاح اكتمل وفرحة اكتملت. ديباك بالنسبة لإلي إنسانة غريبة، ما رأيت ما بعد لهلأ ما عم بقدر أشوف شخص بهيدي النفسية الحلوة اللي عايشة فيها ديباك. ديباك إنسانة عظيمة، عندها كتير من الحس الإنسان، بتفكر كتير صح، وإنسانة خدومة كتير. ياريت عنا ببلدنا بعد في ناس هيك بهيدي الطريقة بتفكر وبهيدي الطريقة بتشتغل وعندها ضمير، يمكن كان بلدنا بعده بألف خير. ولكن للأسف صرنا بمرحلة جديدة. ولكن ديباك إنسانة مثل ما بيقولوا على لبنان بتعقد، وعندها كتير من الإنسانية الموجودة فيها، وصديقة بتتميز كتير عن غيرها بالنسبة للصداقة، لأنه في الواحد يتكل عليها بكتير أشياء. خدومة، فيها صفات كتير حلوة بتفرقها عن غير ناس. في اشياء كتير منحبها بديباك، اللي هي شخصيتها، اللي هي عفويتها، اللي هي صراحتها. صريحة كتير ديباك. ما في يقول يعني، قد ما احكي وقد ما اقول بيكون كتير قليل عليها لديباك اللي بقوله.
بدي اقول لديباك الله يوفقك بكل شيء بتعمليه، وان شاء الله الاعمال اللي بدنا نعملها سوا كمان تكون موفقه. ما في شك انه العمل اللي بتعمليه بيكون اصلا موفق وناجح ديباك. انا بدي 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 اقول انك انسانه كثير ناجحه، والفيلم اللي عملتيه يا فرحه ما اكتملت هو بيحكي عنك لحاله، بيعرف قد ايه انت تعبانه على هالفيلم وقد ايه حاطه من حالك، قديش مررت رسائل حلوة بهيك فيلم، بتستاهل كل الخير، وإن شاء الله يا رب بكل 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 خطوة جديدة بتخطيها بيكون الحظ مرافقك، والحياة دايما السعيدة لقدام معك، وأنا مآمن كتير فيك وبشوف فيك إنسانة غير عن الكل ونجمة جديدة على الصعيد الفني واسم لامع إن شاء الله، إذا الله بيريد بتكوني أهم المخرجين ومن أهم الناس بالوسط الفني، لأنه نحن كوسط فني بحاجة لإنسانة مثلك. مرسي كتير لك ديباك، وأنا بتشرف دايما أن أحكي عنك، وأنت إنسانة عظيمة. كان معكم الفنان باتريك شعيا. ديباك إنسانة حساسة كتير وشغيلة كتير، يعني ما كنا نلحق لها أبدا تصوير وبروجيات وهيك، يعني كانت من أول الناس اللي بيرقدوا على الشغل وعلى السات. هي بتعرف دغري إنها موجودة، يعني شغيلة كتير، هيدا اللي بميزها عن باقي الأصحاب، يعني عم بحكي كعلاقة شغل، كعلاقة شغل على بروجيات. وبالنسبة كهي كصديقة، صديقة عن جد بكل معنى الكلمة، لأن بتسأل عن الناس وما بتنسى حدا حقيقة. باك بتنحب كيف ما كانت، يعني صفات الحسنة اللي فيها قلتها، يمكن إنها كتير بتشتغل وكتير أكتيف، يعني صفات مش حسنة. شو ما بحب بديباك، بحب الشيء، ما بحب اللي ما فيها شيء ما بينحب، يعني لا هي كتير بتنحب. يعني اللي بيعرف ديباك من قبل بيعرف انه راح توصل، وبعده اصلا المشوار قدامها طويل، بعد في عندها وقت كتير تحقق اشياء اكتر واكتر، وهي اصلا مهمة بحياتنا، يعني حتى لو ما حققت نجاح هي مهمة، وأكيد نحن بنفتخر فيها. بقلك ديباك إنه أنت بتستاهلي كل النجاح اللي أخدتيه، وبتستاهلي بعد أكتر. وكلمة أخيرة بقلك إياها، I love you so much. أنا يحيى عكوم بفتخر إنه ديباك كرم صديقتي، يخليها بصحتها، وأنا كتير انبسطت لها لأنها مخلوقة كتير طيبة، بتملك نفس عزيزة وروح كتير حلوة، وما تشوفوها بالسهرات شو بتعمل، بتكون غير شكل، فرحة ومرحة وبتجنن، وأنا مبسوط فيها لأنه حققت حالها بحالها، وإنها وإجباري بده ينجح فيلمها لأنها بنت مجتهدة، بغض النظر إنها صديقتي مجتهدة غير شكل، بكفي انها رائعة مع عائلتها، وهذا اللي بخلي افتخر بصداقتي إلها وعلاقتها بأصحابها اللي كتير حلوة، اللي بتضل تسأل عن الجميع. يا رب للأمام يا ديباك، وأنا كل ما تحققي نجاح أنا بكون مبسوط من جوا. يحيى عكوم. يلي بميز ديباك عن غيرها من الأشخاص إنه إنسانة صادقة كريمة ومتواضعة، هذا الشيء حسن اللي فيها. والشيء اللي منه حسن انه عصبية كتير وممكن تشخلها بأي وقت، ممكن نجاح ديباك حلو كتير وخصوصا بعمرها الصغير، بس هذا ما بيمنع انه انا اكون رفقة معها كرمال شخصها ومش لنجاحها. بتمنى لها كل التوفيق. رفيقك حليم حنا. اللي بميز ديباك انه انسانة وفية صادقة، تلاقي حدك بس بدك اياها، مخلصة بعملها،
شغوفة، صفات غير حسنة عندك إنك كتير هيك تنفعل بسرعة، بس كمان دغري هيك دغري بتروق. زعلة منه كتير وحش، زعلة بترضى بترجع بسرعة، كما سبق وذكرت إنه قلبك كتير طيب. دماغ بالنسبة لي شخص كتير بعتمد عليه بحياتي الفنية، لأن ركن من أركان مهنتي، ووقفة كتير 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 مهمة بمسيرتي الفنية، وساعدتني كتير بمجال الفن بمجال الغناء. إلا دماغ الله يوفقها، وإلى الأمام الفنان جون كلود عزوري. ديباك هي من الناس ومن الأشخاص الطموحين جدا اللي بنوا حالهم بحالهم، وقدرت ديباك إنها تتحدى نفسها وكسبت الرهان، وبعتقد إنه هيدا أهم شيء من أهم ميزة بديباك هي الطموح والمثابرة. هلا بالنسبة لصفات ديباك الإيجابية، بعتقد انه من اهم صفاته قلبها الطيب، صادقة جدا، شفافة، مثابرة، قدرت انها تأسس حالها بحالها، وهيدي من اهم صفات دباك الايجابية. انه من اهم صفاته عدم الانتكالية على الاخرين، انه بتعتمد على نفسها وبتنتقل على نفسها، هي من اهم النقاط الايجابية بحياتها ومن صفات دباك الايجابية. من السلبيات بعتقد انه فيش انسان الا ما عنده سلبيات، ولكن ايجابياته بتضلها تطغى على سلبياته. وبالنسبة لسلبيات ديباك، بعتقد انه مش السلبية الوحيدة اللي انا بشوفها فيها، انه بتسهر كتير، بتحب السهر، فبعتقد انه لازم تخفف سهر شوي كرمال صحتها. هلا لما بيكون في حد بحياتنا ناجح من اصدقائنا، بعتقد انه هيدا النجاح بيكون للكل، وبنشوف حالنا انه حدا من اصدقائنا ناجح بعمل وواصل، وكيف اذا كان هذا الشخص بنت مش شاب، فهون هيدا بحد ذاته فخر لنا، انه صديقة من اصدقائنا ناجحة وواصلة بعملها، هيدا فخر كتير كبير لنا. اخر كلمة بقولها لديباك، انه صحيح انه عنوان الفيلم اللي عملتيه اسمه يا فرحة ما اكتملت، ولكن بعتقد انا انه انت الفرحة اللي اكتملت، وبتمني لك كل التوفيق يا رب. صديقك موسى عبد الله، رئيس تحرير مجلة نحنا. إنسانة طموحة جدا وعفوية بعلاقتها مع الناس اللي حواليها، اللي بيميزها صراحتها وجرأتها، ان كان بالتصرف او بالمواقف يلي بتاخدها، ان كان بالحياة اليومية او بالحياة اجمالا. هي قلبها كتير طيب بس قوية، بتعرف تاخد حقها، وجرأتها هي السيف ذو الحدين يلي ممكن تكون بالنسبة لها نعمة ونقمة بذات الوقت. هلا وجود صديقة مثل ديباك حققت نجاحات مهمة، بتعطينا دافع للتقدم أكتر والطموح بأشياء أعظم وأهم بالحياة على الصعيد الشخصي. وباختصار فيلم يا فرحة ما اكتملت، بدي أقول لديباك مبروك على هالعمل، وإن شاء الله كل المخططات يلي براسك بتكتمل بالواقع، وبتعيش الفرحة الكاملة بنجاحاتك المستقبلية. أنا دانيالا عبد، رفيقة ديباك من السويد. ديباك إنسانة بتعقيد، وإنسانة صعب واحد يلاقي مثلها بهالأيام، ويلي بميزة أكتر من هيك عن غيرها هو طيبة قلبها وحنانها للكل. واللي بحبه فيها انه بتضل الضحكة دايما على وجهها. وديباك بنت بتحب الحياة والنجاح، وبتضل تشتغل توصل يلي بدها اياه، بتحقق كل احلامها وبتفرجي الكل انه nothing is impossible. ديباك رفيقتي واختي، وبفتخر اني بعرف هيك انسانة محبوبة من كل، actually حبيبة قلبي. ويا فرحة ما اكتملت هو الفيلم تبعها يلي كتير 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 حلو، ويلي فيه اسمس للمجتمع كله، وهو الفرحة اللي جمعتنا كلنا تحت اسم ديباك كرم. صحيح انه ببكي كتير، بس فيه اسمس كتير حلو، وبشجع الكل انه يحضروه.
طموحها لهالبنت أكبر منها، بس عندي ثقة فيها إنه رح توصل وتصير، وبتمنى لها كل 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 خير من كل قلبي، ورح نضلنا كلنا حدا. وحبيبتي يا ديباك، see you soon in Lebanon and I wish you the best. هاي ديباك، رفيقتي من أيام الجامعة. بيميز ديباك شخصيا أنه كتير قريبة من القلب، يعني أول ما شفتها أنا كأنه بحس حالي بعرفها من زمان كتير، فما بتذكر بحياتي أنه عيطت لها ديباك، عطل بعيط لسيس. فهي شخص كتير قريب من الكل وقريبة مني أنا شخصيا. بالنسبة للنجاح اللي حققته بفيلمها يا فرحة ما اكتملت، هيدا بش كتير قوي وكتير كبير، لأنه أنه الفن مش مقتصر على كم شخص كم حدا بالإخراج، لا، نحن فينا نشتغل وفينا نوصل، فينا حق النجاحات. وأكبر دليل اللي هي ديباك معنا بنفس نفس الدفعة، هيدا حملت فيلم وحققت نجاح فيه كتير كبير. كلمة أخيرة بقول لها keep going، كلنا معك وكلنا بندعمك، والله يوفقك إن شاء الله بحياتك المهنية، ويلا بدنا الفرحة تكتمل فيلم تاني. يورو براذرز دايركتر راس الزيدي. شي كتير مهم، بس مثل ما بقولوا نحن بعدنا بأول درج النجاح، ودرجة درجة بنقدر نوصل لراس السلم. ماني مستعجلة وبعدني بداياتي، وحققت نجاح كتير كبير وبعدني بداياتي، فبشكر الله يعني شي كتير مهم بالنسبة لي اللي حققته. ليش انت وينك؟ انا حدك ومش حدك، انا هون ومش هون.